من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون هذا يوم أغر في تاريخ الإسلام هذا اليوم المبارك هو اليوم 16 من شهر رمضان المبارك الذي وقعت فيه الغزوة المعركة الفاصلة الدامية بين الإسلام وبين الشرك وكانت في شهر رمضان وكانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية وسجلها القرآن وسجلتها كتب السيرة وكتب التاريخ وهي غزوة مباركة فيها من المناقب والخصائص والمزايا للإسلام وللأصحاب وللرسول صلوات الله وسلامه عليه ما لا يخفى وكلما مر بالمسلمين هذا اليوم في هذا الشهر من رمضان تذكروا تلك الواقعة وذلك لأن الزمان هو ظرف للوقائع والأحداث فكلما تجدد الزمان وكلما دار تذكر الناس ما وقع فيه من حدث ففرحوا بذلك اليوم وسروا به ولذلك فالفرح والسرور ليس تمجيدا للأيام ولا تقديسا للزمان وإنما تقديسا للحدث وتمجيدا للواقعة وبمقدار شرف الواقعة وبمقدار فضل الواقعة يكون شرف ذلك الزمان ولذلك فإن المسلمين كلما تكررت الأيام المباركة التي تضمنت وقائع فيها فخرهم وعزهم وسرورهم فرحوا بذلك أيما فرح وسروا بذلك أيما سرور فإذا جاء شهر الربيع مثلا تذكر الناس يوم ولادة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تذكروا يوم البعثة تذكروا يوم الرسالة تذكروا يوم النور والهدى يوم أن أنقذهم الله تعالى بهذا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه أنقذهم من الظلمات إلى النور وهو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يربط بين الناس وبين الزمان وتذكر الأحداث وتذكر الوقائع وتذكر الوقائع يربط بين الزمان وبين الحدث وذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بن الحجاج القشيري أن يسابوري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين فسأله الأعرابي عن ذلك فماذا قال؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وهنا يفتح لنا صلوات الله وسلامه عليه
حقيقة الارتباط فيما بين الوقائع وفيما بين الزمان. وإذا جاء كذلك شهر رمضان تذكر الناس ما فيه من وقائع ومن أحداث لها صلة بالتاريخ، لها فخر يفتخر بها المسلمون، ومن ذلك مثلا نزول القرآن، ومن ذلك مثلا تاريخ البعثة، ومن ذلك مثلا غزوة الفتح، ومن ذلك أيضا غزوة بدر التي وقعت في مثل يومنا هذا، وهو اليوم 17 من شهر رمضان المبارك. الحمد لله الذي أعز جنده، الحمد لله الذي نصر عبده، الحمد لله الذي حقق وعده في مثل هذا اليوم المبارك من شهر رمضان وفي يوم الجمعة وقعت هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر. وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وكانت في يوم الجمعة، وكانت في اليوم 17 من شهر رمضان. وقد خرج سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خرج من المدينة في رمضان في اليوم 8 من رمضان، وكان يطلب عيرا لقريش، سمع أنها راجعة من الشام محملة بالبضائع محملة بالخيرات، فخرج يعترض هذه العير. وليس هذا الخروج لقطع الطريق ولا لنهب الأموال ولا لأخذ ذلك زورا وبهتانا، وإنما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه المهاجرون الذين تركوا بمكة أموالهم ودورهم وأهلهم، فهم لهم حق في هذا. ثم هذه قريش أعلنت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يطاردوه بمكة؟ ألم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهم قد جعلوا الأموال الكثيرة لمن يأتيهم برسول الله؟ إذن قريش هم أعلنوا العداء وبارزوه بالمحاربة، فهؤلاء أعداؤه وهذه أموال الأعداء. فمن العقل ومن المنطق ومن السياسة العسكرية أن الإنسان إذا رأى أدنى شيء يتعلق بأعدائه من إيذاء أو أخذ مال أو تشتيت أو تفتيت فإنه يبادر إلى ذلك. إذا خروجه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوة كان خروجا شرعيا كاملا وتاما. وقد خرج صلى الله عليه وسلم وجعل على المدينة ابن أم مكتوم يؤم الناس في الصلاة، وجعل على المدينة أميرا يحكم فيها وهو أبو لبابة، ثم توجه قاصدا بدر، وبدر هي القرية المعروفة فيما بين مكة والمدينة. ومشى صلوات الله وسلامه عليه يطلب العير التي جاءت من الشام بقيادة أبي سفيان، ولكن قدر الله ورتب ونظم أن تنجو العير وأن يصل صلوات الله وسلامه عليه إلى قرب بدر. وكان أبو سفيان قد أرسل إلى أهل مكة يستنفرهم ويستنجد بهم ويقول لهم هذه العير قد خرج محمد يطلبها، فيطلب منهم المدد والعون. وتجمعت جموع قريش وخرجوا من مكة لأن هذه القافلة عزيزة عليهم، فما من بيت في مكة وما من رجل من الأغنياء
الكبار في مكة إلا وله في هذه العير يد ومشاركة. فلذلك خرجوا وتحمسوا وأرادوا أن يصلوا إلى بدر لإنقاذ تلك العير. ولما نجت العير أرسل أبو سفيان يخبرهم أن الأموال والعير قد نجاها الله ويأمرهم بالرجوع. فلما وصل الخبر إليهم وأن أبا سفيان ينصحهم بالرجوع وأن العير نجاها الله وأن الأموال قد وصلت سالمة فلا حاجة للخروج، ولكن أبا جهل ركب رأسه ورأى نفسه وقال والله لا نرجع حتى نصل بدرا نقيم فيها 3 أيام ننحر ونطعم ونأكل ونشرب وتغني لنا الغانيات. هكذا قال. وهنا وقع أول اضطراب في جيش الكفار في جيش قريش، فإن سيد بني زهرة وهو الأخنس ابن شريف قال ما دام العير قد نجت والأموال قد سلمت فلا حاجة للقتال، بما الخروج؟ فأنا لا أشارك في القتال. فلوى عنق فرسه وأخذ قومه وانحل من لواء الكفار 300 رجل ورجع، ولذلك سمي بالأخنس لأنه انخنس يعني فرجع. وكان اسمه أبي وهو من بني زهرة، وبنو زهرة أخوان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن أمه هي السيدة آمنة الزهرية فهي من بني زهرة. ووصلت جموع قريش إلى قرب بدر ونجت العير ووصلت إلى مكة، وهنا كان صلوات الله وسلامه عليه في أمر واقع. هو خرج للعير لا يطلب قتالا ولا يدري أنه يلقى حربا، فلذلك لم يكونوا على كمال الاستعداد لملاقاة الحرب. خرج معه صلوات الله وسلامه عليه 300 رجل وبضعة 10 رجلا، ولم يكن عندهم من العدد والعدد ما يكفي لملاقاة الجيش العظيم الذي يبلغ نحو 1000 أو أكثر. ولما كانوا بوادي الصفراء أرسل صلى الله عليه وسلم من يتحسس له الخبر، فجاء إليه الرسول الذي أرسله وأخبره أن العير قد نجت وأن قريش قد أقبلت. فكان هنا في أمر واقع، المدينة فيها أجناس مختلفة، وفيها الكفار، وفيها عبدة الأوثان في ذلك الوقت، وفيها اليهود. فكان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أصحابه من غير فائدة يكون في ذلك كالنكاية، ويفتح باب للاستهزاء والسخرية والقيل والقال. وإن أراد الإقدام على القتال فإنه لم يخرج لأجل القتال، فكان في موقف صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف الذي أحب أن يسمع فيه كلمة أصحابه، فقال أشيروا علي يا عباد الله بماذا تشيرون علي؟ فوقف أبو بكر رضي الله عنه وتكلم كلاما أثلج الصدر، وتكلم عمر، ثم وقف المقداد ابن الأسود فقال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك وسر بنا يا رسول الله. فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ذلك المكان، وهو أقصى مكان في المعمورة كما يقولون في كتب السير. قال أشيروا علي، أراد أن يسمع كلمة الأنصار، فوقف سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد الأنصار، ذلك الصحابي الجليل، ذلك الصحابي الكريم سعد بن معاذ، الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن، الذي كان أحد النقباء في ليلة العقبة، والذي قال عنه صلوات الله وسلامه عليه: لمناديل سعد، مناديل المنديل الذي يمسح به والذي يستعمل في القاذورات، قال: لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، وهو سعد رضي الله عنه. هذا سعد وقف قال: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، وإنا نحميك مما نحمي منه أهلنا وأولادنا ونساءنا ومعاقد أزرنا، وإنا صبر في اللقاء صدق في الحرب، سر بنا حيث شئت وقاتل بنا من شئت وواصل بنا من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فوالله إنما تأخذه من أموالنا لهو أحب إلى قلوبنا مما تتركه في جيوبنا. فسر صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. سر صلى الله عليه وسلم وكان إذا سر استدار واستنار وجهه كأنه قطعة قمر صلوات الله وسلامه عليه، بل أبهى من القمر في ليلة التمام إذا لم يحل دونه الغمام. ثم صلى الله عليه وسلم دعا لهم وفرح بكلامهم وقرت عينه، وسار بهؤلاء الأخيار، بهؤلاء الصادقين، بهؤلاء المخلصين رضي الله تعالى عنهم، حتى وصل إلى قرب بدر. ولما وصل إلى هناك ونزل صلوات الله وسلامه عليه، نزل في الوادي. لما نزل في الوادي في تلك الليلة المباركة، تجلى الله تعالى عليهم بالنعاس، مع أنهم يعلمون أن عددهم قليل وعددهم أقل، وأنهم ليسوا في القوة ولا في الهيئة ولا في الأبهة التي فيها قريش، ومع ذلك فإن الله تجلى عليهم بالنعاس. وعادة الإنسان إذا كان أمامه أمر مهم ينزعج منه لا ينام، يأخذ به القلق والجزع والتفكير والحيرة، ولكن الله رحمة بهؤلاء ألقى عليهم النعاس: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ولذلك يقول بعض ساداتنا من السلف الصالح رضي الله عنهم: النعاس في ليلة القتال أمان، والنعاس في الصلاة نفاق، النعاس في ليلة اللقاء أمان، رحمة من الله حتى يستيقظوا في الصباح وقد أخذوا قسطهم من الراحة وقلوبهم منشرحة وصدورهم متسعة، وهم في أعز ما يكون من استعداد ومن تهيؤ. والنعاس في الصلاة يا عباد الله نفاق. ألقى الله عليهم النعاس يا
يقول بعض الصحابة في ليلة بدر ما كان فينا إلا نائم، يعني كلنا نائم، ألقى الله علينا النوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أنام فأستيقظ فأجده تحت شجرة يبكي ويصلي، فأنام فأستيقظ فأراه تحت الشجرة يبكي ويصلي وهو ينادي ربه ويقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. كان دعاء ومناجات النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم بدر لله كانت مناجاته بقوله في ذلك اليوم وفي تلك الليلة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وفي صبح ذلك اليوم المبارك قال سيدنا سعد ابن معاذ يا رسول الله ألا نبني لك عريشة، نبني لك عريش في رأس الوادي وتبقى في العريش، نضع عندك الركائب والنجائب، نضع عندك الركائب والنجائب ونوجهها إلى المدينة. حتى هذه اللحظة وقلوبهم مملوءة بالشفقة والمحبة والعطف لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال له نبني لك عريشا ونضع عندك الركائب والنجائب وتكون متجهة إلى المدينة ونحن في الوادي، فإن كتب الله لنا النصر فذلك الذي أحببنا، وإن كان غير ذلك لا قدر الله فتركب هذه النجائب وتلحق بالمدينة، فإن هناك قوما تركنا قوما لسنا بأكثر حبا لك منهم يا رسول الله، لا يعلمون أنك تلقى قتالا، ولو كانوا يعلمون أنك تلقى قتالا ما تأخروا عنك لحظة يا رسول الله. فبارك عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبقي النبي صلوات الله وسلامه عليه بقي في ذلك العريش، وعلى باب العريش سعد بن معاذ وهو حارس رسول الله يوم بدر، وأمرهم ألا يبدأوا بالحرب حتى يأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه، واصطف الصفان والتقى الفريقان ووقف الجمعان، وقف الجمعان في ذلك اليوم وبرز من صفوف المشركين أحدهم وهو الأسود ابن عبد الأسد، الأسود ابن عبد الأسد، قال وكان للمسلمين حوض الماء، قال لله علي ألا أرجع حتى أشرب من حوضهم أو أقتل دونه، فخرج يطلب حوض المسلمين ولقيه أسد الله وأسد رسوله سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فلما لقيه بضربة قاضية قضت عليه، قالوا وهذا الأسود هو أول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة والعياذ بالله، أول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة والعياذ بالله، كما ذكر ذلك بعض أهل السير. وبالعكس منه أخوه اسمه أبو سلمة، أبو سلمة أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخوه أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما قتل هذا القتيل كارت سائرتهم، فبرز ثلاثة من كبارهم من كبار قريش وهم شيبة وعتبة والوليد ابن عتبة رجل وأخوه وابنه، فبرزوا إلى الميدان، فبرز لهم ثلاثة من الأنصار معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء وعبد الله ابن رواحة شاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكعادة العرب قال هؤلاء الثلاثة من القوم، لأن العربي لا يبارز إلا من يعرف من القوم، فقال فلان أنا معاذ
وقال فلان أنا معوذ، وقال الثالث أنا ابن رواحة. قالوا أنتم أكفاء كرام ولكن نريد بني عمنا، يعني أنتم من الأنصار ونريد بني عمنا من قريش ليبرز لنا بنو عمنا. فما كان إلا أن رجعوا، وسمع بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا حمزة، قم يا علي بن أبي طالب، قم يا عبيدة بن الحارث. وبرز هؤلاء الثلاثة لأولئك الثلاثة. قالوا: من؟ قال حمزة: أنا حمزة. وقال عبيدة: أنا عبيدة. وقال علي: أنا علي. فأما سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه فإنه ضرب صاحبه ضربة قاضية فمات من وقته، وأما سيدنا علي فضرب الوليد ضربة قاضية فمات من وقته، وأما عبيدة بن الحارث الصحابي الجليل فإنه اختلفت بينه وبين صاحبه في المبارزة، اختلفت بينهما ضربتان قاتلتان، كلاهما ضرب الآخر ضربة قاتلة. أما عبيدة فإنه قطعت ساقه ركبته رضي الله تعالى عنه، وأراد صاحبه أن يقضي عليه فهجم عليه علي وحمزة فقتلاه، وأخذوا عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في بدر ولم يموت إلا بعد أن رحل من بدر. ولما وصل النبي إلى وادي الصفراء توفي عبيدة هناك، وهناك دفن عبيدة بن الحارث. عبيدة من شهداء بدر ولكنه دفن بوادي الصفراء لأنه لم يمت إلا في ذلك الوادي، فاضت روحه هناك. وفي ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم بين العريش وبين الوادي، بين العريش وبين الوادي، يدخل إلى عريشه ينادي ربه: يا رب، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض، هؤلاء عبيدك وهؤلاء جندك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم نصرك، اللهم وعدك، اللهم نصرك، اللهم وعدك، اللهم هؤلاء جندك، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم ينادي ربه وينادي ربه، فاهتزت السماوات لهذه الدعوات ولصوت الحبيب وهو يناجي الحبيب، حتى تجلى عليهم الحق وأمر جبريل بكوكبة من الملائكة أن تنزل مددا لرسول الله ولأصحاب رسول الله. فخرج صلوات الله وسلامه عليه، خرج من العريش وهو يقول: لقد نصرنا يا أبا بكر، لقد نصرنا يا أبا بكر، هذا جبريل وهذه ملائكة السماء وهذه الدعوة المستجابة وهذه الرحمة تنزلت وهذه السكينة نزلت، واتصلت الأرض بالسماء، واتصلت الأرض بالسماء والملائكة بالبشر، والتحمت السيوف واجتمع والتقى الفريقان في ذلك الوقت، حتى تجلى الله عليهم بالسكينة ونزلت الملائكة في ذلك اليوم وعليها عمائم بيضاء كان شعارها في ذلك اليوم، العمائم البيضاء في ذلك اليوم المبارك. ونصر الله المسلمين والتقى الصفان والتقى الفريقان، وانجلت المعركة في آخر النهار، كانت المعركة يوم واحد، انجلت بنصر المسلمين وبتحقيق الوعد المبين الذي من الله تعالى به على رسوله وعلى أصحاب رسوله رضي الله تعالى عنهم. ولذلك تبركت المدينة وتطيبت بحلول الطيب المطيب صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإنها كانت يثرب، كانت بلد الحمى وبلد الوباء وبلد البلاء، ولما حل بها الحبيب الطيب المطيب تطيبت فسميت طيبة. وهكذا لا يحل هذا الحبيب العظيم في مكان إلا تحل فيه الخيرات وتحل فيه البركات، وهذا ليس خاصا به، بل أي مؤمن صالح تقي نقي كامل من أهل الله ومن عباد الله يحل في مكان من الأمكنة تحل فيه الخيرات
وتحل فيه البركات، وإلا فما معنى مجالس الخير؟ لما سميت كانت مجالس الخير خيرة؟ لأن مجالس الأخيار يحل فيها الخير، ومجالس الصالحين تحل فيها البركة. فلذلك تشرفت بدر بعريش المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.